مدينة أعلن تكتل يضم 13 نقابة مستقلة في الجزائر تنفيذ إضراب عام الأربعاء في البلاد، ترافقه مسيرة بقلب العاصمة رفضا لحكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي المعلن عنها منذ أسبوع. ولفت التكتل إلى أن الإضراب سترافقه مسيرة في الجزائر العاصمة انطلاقا من ساحة أول مايو بوسط المدينة. إلى ذلك أعلنت قوى سياسية بينها حركة مجتمع السلم عن مقاطعة جلسة للبرلمان مقررة الثلاثاء لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك اعتراضا على تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئاسة مؤقتا، الأمر الذي يتعارض ومطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي. إلى ذلك أثار رفع الجزائريين خلال المسيرات لشعارات تطالب الإمارات بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر أثار فضول الكثير من المراقبين، خاصة وأن لافتات كبيرة تظهر في مليونيات الجمعة تندد بالتدخل الإماراتي في البلاد. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو السيدة فلة الأحمر الباحثة والأكاديمية الجزائرية. أرحب بك سيدة فلة. بداية، كيف تنظرين لمسار الأمور بعد استقالة بوتفليقة؟ هل تسير وفقا لتطلعات الشعب الجزائري؟ أولا أشكركم على الدعوة وأرحب يعني الشكر موصول للمشاهدين الكرام. نحن إذا يعني نرى مسار الجيش، إذا رأينا من البداية، وهنا لا أقصد الجيش القاعدة وإنما أقصد قيادة الجيش في المتمثلة في القيد صالح، ننظر أن مواقفه قد ترددت من البداية من وصف المتظاهرين بالمغرر بهم، ثم بعد ذلك خطاب تعاطفي، ثم بعد ذلك أنه سيقف مع الشعب، ثم بعد ذلك أنه هناك عصابات، في الأخير أن هناك عصابات، ودعا قبل ذلك إلى المادة 102 لتفعيل 102. فنلاحظ أن خطابات القايد صالح هي محاولات جس النبض في الشارع، هل يقبل بهذا أو لا يقبل بهذا. إذا لم يقبل الشارع ننتقل إلى مرحلة أخرى. طبعا الشارع هنا الآن، الشعب الجزائري لما أقصد في ربوع الوطن الجزائر، رافض لروح المادة 102. يعني المادة 102 قد نوقشت كثيرا. الآن هي تمنح الشغور أن يستقل الرئيس، ولكنها تعيد الكرة، تعيدنا إلى نفس النظام السابق بكوادره بأسمائه، يعني حتى الباءات الثلاثة التي ينادي بها الشعب الآن، لا للباءات الثلاثة، سواء رئيس المجلس الدستوري أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس الحكومة، مطعون في شرعيتهم الدستورية هم الثلاثة. فبالتالي الغير الشرعي لا يستطيع أن يحضر الشرعي، وبالتالي الشعب فيطالب حقيقة بتغيير حقيقي، لأن منذ الاستقلال كان دائما حلول للأزمة وليست حلول حقيقية للمسار. يعني ما زلنا في الترقيعات، ما زلنا. طيب، وبالتالي هل يوم غد هناك جلسة لمجلس الأمة، هل سيفرض برأيك مجلس الأمة بن صالح رئيسا في المرحلة الانتقالية؟ إن فعلوا ذلك فهم في الحقيقة في مواجهة مع الشعب، ولا ننصحهم بذلك، والشعب رافض ذلك في المسيرات السابقة، وبالتالي هذه خطوة متوجهة نحو مرحلة غير مرغوب فيها، لا من طرف الشعب الذي يقول نحن والجيش خاوة خاوة، فلا يريدون صداما مع الشعب، ولا هي مرحلة سياسية. يعني الآن الدستور، الحجة في التنقل إلى هذه المرحلة هي أنه الحل الدستوري، هذا الدستور مخترق ومرقع ودستور فيه كثير من الثغرات. فالآن الحل ليس حلا دستوريا قانونيا، إنما هو حل سياسي بمرجعية دستورية، لأن هناك مواد في الدستور تعطي صراحة الحق للشعب. هذا البرلمان لم يختر من طرف الشعب، الكل يشهد أن هذا البرلمان نتيجة انتخابات مزورة، وتوجد مادة 115 في الدستور الجزائري تلزم الهيئة أن تظل وفية للشعب وأن تستجيب لتطلعاته. فإن كان هذا البرلمان، ولنفترض أنه برلمان حقيقي، إن كان حقيقة يتطلع إلى متطلبات الشعب، فالشعب يريد إزاحة هذه الوجوه والتغيير الحقيقي. طيب، بالأمس ترددت أنباء عن اعتقال لبعض الناشطين في الجزائر، إذا تأكدت هذه الأنباء إلى أي مدى تشير إلى مقاربة جديدة من قبل الجيش في التعاطي مع الانتفاضة في الجزائر؟
هو الجيش في المرحلة الأخيرة، أنا لست مع الشيطنة الجيش من هذا الجهة، أو أنه قدست القيادة، قيادة الجيش، قيادة الجيش تتحسس الموضوع ومستعدة للرجوع لل يعني مستعدة للرجوع لو رضي الشعب ورجع إلى رجعت المسيرة وتوقفت أنها ترجع للحل القديم يعني الوجوه القديمة. ولكن القائد صالح نذكره أنه طرح تطبيق المادة السابعة وتطبيق المادة الثامنة. تطبيق المادة السابعة الشعب مصدر كل سلطة، والشعب ينادي بإزاحة هذه الوجوه تماما، وبالتالي لا يبقى شرعية حتى للقيادة الجيش أنها الآن تستمد الشرعية من أنها مع الشعب وتقول أنها مع الشعب، فالشعب يطالبها صراحة بالتنقل من هذه الوجوه. الآن نريد حل سياسي بمرجعية دستورية، السلطة التأسيسية ملك للشعب، وبالتالي ننتقل إلى مرحلة انتقالية فيها مجلس رئاسي، فيها حكومة كفاءات انتقالية، هيئات لتنظيم الانتخابات بطريقة نزيهة. لكن أن نعيد ونكرر، نحن نعيد ونكرر نفس المنظومة، فهذا لن نذهب فيه إلا لمواجهة بعد ذلك. الآن نريد تصعيد، نرى التصعيد بالنسبة للإضرابات، نرى اليوم كذلك وقفات أمام التلفزيون الجزائري. فالآن لما يقول أن اجتماع مجلس يعني الأمة ومجلس الشعبي الوطني ومحاولة مناقشة الأمر، هذا لا يحل المشكلة. لذلك في مقاطعات من مجموعة من الأحزاب لأنها خيانة، بعضهم قد وصفها خيانة واعتبروا كيف أنت تذهب إلى مشروعية المادة 102. إلى أي مدى مقاطعة هذه الأحزاب يمكن أن تجهد هذا السيناريو بفرض ابن صالح؟ هي الشعب قد أجهض هذا السيناريو، أجهضه أنه لا مشروعية له، لأنه الشعب قد لما طرحت المادة 102 بعض الأحزاب قالت نقبل مبدئيا مع شروط تطبيق المادة 107 و 108 منها حزب حزب جبهة العدالة والتنمية لدكتور عبد الله جاب الله، حزب الارسيدي، حزب العمال، حزب يعني في مجموعة، وهذه الأحزاب المعارضة والتي لا يعتبرها الشعب معارضة حقيقية يعني. لكن القاعدة الشعبية تقول نريد تغيير حقيقي المادة واثنين شكرا، أعطتنا شغور الرئيس لكن لم تعطينا الحل. طيب أخيرا واختصار لو سمحتي سيدة فلا، كيف نفسر هذه الشعارات المستمرة في المظاهرات في الجزائر برفض التدخل الإماراتي في الجزائر؟ نعم، لأن الشعب الجزائري يعني عنده تجربته الخاصة من التسعينات والانقلابات، ونحن نعرف أن هذا الانقلاب في التسعينات كان مدعما كذلك من السعودية، لأن الملك السعودية في ذلك الوقت دعم الجنرالات، أعطوهم بالعصا يعني أضربهم بالعصا، وبالتالي توجد حساسية كبيرة جدا الآن من التدخل، سواء التدخل الأوروبي، التدخل الأمريكي، أو تدخل أي جهة أخرى، ومنها تدخل الإمارات، لأنهم رأوا الإمارات ماذا فعلت في ليبيا، رأوا ماذا فعلت في مصر. طيب دعينا نشرك معنا السيد جاسم الشامسي المساعد وكيل وزارة سابق ومعارض إماراتي ينضم إلي عبر الهاتف. أرحب بك سيد جاسم، لماذا تبدو صورة الإمارات الرسمية سلبية جدا بهذا الشكل في نظر الشعوب التي انتفضت للمطالبة بالحرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم جميعا أخ زياد. للأسف تجربة الإمارات مع ثورات الشعوب العربية وخاصة الشعوب العربية أنها وقفت ضد تطلعات الشعوب العربية سواء في مصر، سواء في سوريا، سواء في اليمن، سواء في ليبيا. بالتالي الشعوب قرأت وعرفت أنها دول الإمارات في الفترة الماضية سلبي جدا، حاول أن يستثمر بعض القضايا لدعم الاستبدال ودعم الطغيان السياسي، وحاول أن يوقف تطلعات الشعوب العربية نحو نيلها حقوقها واستقلالها وحريتها وأيضا إدارة بلدها بمعرفتها الخاصة. بالتالي طبيعي أن يكون هناك انتقاد شعبي جارف من الأمة العربية ضد النظام الإمارات الاستبدادي، وبغض النظر عن نظرة الشعوب العربية أيضا نظرة الإمارات الشعب الإماراتي لحكومته، علاقته مع الحكومة علاقة خوف وعلاقة احتقان وعلاقة يعني خوف من النظام الإماراتي يعني. طيب السؤال الذي يطرح هنا، ما الذي يضير النظام الإماراتي في أن تطالب شعوب عربية بالتغيير، بالحرية، بالديمقراطية؟ لماذا تنزعج أو ينزعج النظام الإماراتي من هذا؟ الإمارات، النظام الإماراتي أصبح أحد أعضاء كما قال المنصف مرزوقي
احد الرئيس السابق التونسي، احد اعضاء محور الشر. وبالتالي هذا المحور الذي عمل على يعني مقاومه الشعوب العربيه ومحاوله النيل منها وتطلعاتها اصبح عضو فاعل، وبالتالي هو يحافظ على المكتسبات التي قام بها سواء في مصر سواء فيها سوريا سواء بالدول الاخرى باليمن وغيرها، يحاول ان يحافظ على هذه المكاسب، ومن الطبيعي ان يكون يواجهها بما يملك، لان انتصار ثوره الجزائر وانتصار الثوره السودانيه وانتصار الثوره السوريه وانتصار الثوره في مصر اذا قربت ان شاء الله قريبا حيكون هناك ثوره في مصر، هذا يؤذي كثيرا من محور الشر ونظام الاستبداد العربي ويحاول ان يؤثر عليه، لان النظام الامارات الان يملك سلطه مطلقه بالامارات، يتجول كيف يشاء، يقر كيف يشاء، يتخذ قرارات المصيريه التي لا تخدم الا نظام الامارات، ودون ان يكون هناك محاسبه شعبيه من الاماراتيين ومن شعب الامارات. ومن الطبيعي ان يكون في حين ذلك ان يحاول ان يواجه هذه بما يملك من مال ومن قدرات يعني مطلقه بها وفق النظام الاماراتي. وايضا من الطبيعي ان يستمر بذلك، لان نظام الامارات اصبح يعني في حاله خوف وفي حاله احتقان، ولا يستطيع ان يقاوم هذه التطلعات هذه الارتجالات التي التجليات التي يقوم بها نظام الامارات. اشكرك جزيلا سيد جاسم الشامسي، مساعد وكيل وزاره سابق ومعارض اماراتي، كنت معي عبر الهاتف. سيدة فلة، أخيرا، يعني إلى أي مدى هناك تخوف حقيقي داخل المجتمع أو الشعب الجزائري من هذا التدخل الإماراتي والانقلاب؟ لأنه كان هناك زيارة للقائد صالح إلى الإمارات قبل تنحي بوتفليقة بأيام، وبالتالي هناك من يقول بأنه تحرك قائد صالح هو عبارة عن محاولة لإعادة إنتاج النظام بدعم إماراتي. هذا التخوف موجود داخل يعني الان، لذلك مقاطعه البرلمان غدا، هذه لان الشخصيات الموجوده هي مجرد تلاعبات. القرار في الاخير نعرف ان القرار بيد الجيش، القرار بيد القائد صالح، فاذا اراد ان يلغي جلسه الثلاثاء يلغيها، وبالتالي فهناك محاولة لخلق هالة حول القائد صالح على أساس أنه المنقذ، وهذه في حد ذاتها لها مخاطرها، لأن بعد ذلك أنت تسلم، حتى خرجت علينا بعض الصحف بالتفويض، ثم خرج الشعب لا للتفويض، وبالتالي هناك تخوف، يريدون أن نريد، نحن نعرف في الجزائر أن القرار في الأخير عند الجيش، ولكن هناك تغير في قاعدة الجيش من التسعينات، هناك تغير واضح، لكن القيادات، قائد صالح كان من المساندين، حتى بداية الحراك كان من المساندين لبوتفليقة، وبالتالي فهناك محاولة داخل يعني هناك نقاش حاد داخل الشعب الجزائري الآن، هل هو يريد الخير للجزائر أم أنه، وبالتالي يخجلوه، نحن وثقنا فيك لا تخجلنا وتتبع الإمارات، هناك توجه واضح لا نريد تدخل الإمارات. أشكرك جزيلا سيدة فلة الأحمر، الباحثة والأكاديمية الجزائرية، على حضورك معنا. شكرا.